سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسرني الترحيب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي ومعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك. يجتمع قادة قطاع الطاقة هنا منذ ما يقرب من 40 عاما، شهدنا خلالها العديد من التحديات والفرص، واليوم تنعقد نقاشاتنا في مرحلة مهمة وحساسة للغاية. إن الحلول التي سنتفق عليها والالتزامات التي سنتخذها ستساعد في صياغة مستقبل العالم، فقد أصبحت الطاقة الأولوية القصوى للجميع أكثر من أي وقت مضى، وجميعنا يعرف السبب. فمشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت تحديداً باضطرابات غير مسبوقة. هذه بعض حقائق الوضع الحالي. لا تزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية الآن أكثر تعقيداً وتشتتاً واستقطاباً أكثر من أي وقت مضى، ويستمر التضخم في الارتفاع، كما أن أسعار الفائدة تزيد وتكلفة الاقتراض والاستثمار. ليس غريباً إذن أن يكون الاقتصاد العالمي في وضع حرج. يتساءل البعض، هل سيكون هناك ركود اقتصادي؟ وأنا أسأل، من منا قادر على إعطاء تنبؤات مستقبلية بثقة كاملة؟ هذه هي الظروف التي نجتمع في ظلها خلال أديبك. عندما بدأت التحضير لحديث اليوم، فكرت طويلاً وبشكل جاد. هل يجب أن أركز على التحديات التي نواجهها أو أن أستفيد من هذه المنصة للتركيز على الفرص؟ قبل عدة أيام، وخلال لقاء مع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، طلبت نصيحته بخصوص هذا الموضوع، وكان رد سموه مطمئنا. قال لي، لا يمكننا تجاهل الحقائق، يجب أن نواجهها بثبات ولا نتجاهل التحديات، بل نتعامل معها بذهنية إيجابية وبالعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات. وأضاف سموه، تذكر أن السعي الدائم لتحقيق التقدم هو في صلب وجوهر نهجنا.